الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الرزاق عليه رحمة الله في مصنفه قال كتاب الصلاة، قال باب استفتاح الصلاة. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أنه قال كان علي إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وعبدك بين يديك ومنك وإليك ولا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك ربي البيت. وهذا أيضا يناسب أن يكون في قيام الليل، لا يناسب في الصلوات. اللي هي وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. نعم طيب، وإليك حكمت في هذا الباب لأنه مهم جدا. وطبعا هنقول خلاص نشرح الجزئية من هذه. قلت هذا أيضا من باب الاستفتاح يكون في القيام لا يكون في صلاة الفرائض، لأنه لا يمكن أن يكون صلاة الفريضة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أما بالناس فل يخفف، ده هذا تطويل مستقل فيكون في قيام الليل وناسب في قيام الليل أن لك ليل طويل تناجي ربك فيه. فقال إذا افتتح الصلاة كان عايز افتتح قال الله أكبر. والله أكبر يعني إيش؟ الله أكبر من نومي، الله أكبر من زوجي، الله أكبر من أولادي انشغل بهم، يعني الله يعني أنشغل بالله أكبر عندي من انشغال بكل هؤلاء. قال الله أكبر، إذا الله أكبر معناها تهيئة نفس الله جل في علاه ولا أحد يشغله عن الله. قال الله أكبر لا إله إلا أنت، والتوحيد بقضية الكون الكبرى الأصيلة التي يعني تجعل القلب مجتمع على ما يرضي الله جل في علاه. قال لا إله إلا الله سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هنا الله أكبر لا إله إلا الله بقضية الكون الكبرى، لا إله إلا أنت سبحانك معناه أنني قصرت في تحقيقها، قصرت في بيانها، قصرت في الاكتمال بها. لأنه نحن حتى النبي لما كان يصلي إذا سلم ماذا يقول؟ استغفر الله. بيستغفر النبي، يستغفر الأعلام، يعلم أن حق الله عظيم وما أحد يستطيع يصل إلى حق الله جل في علاه فيما افترض على عباده. لذلك قال سبحانك نزهناك، هذه العبادات لا تليق بمقامك ولا بجلالك ولا كمالك ولا عظمتك. سبحانك وسبحانك، المتعبد يقول سبحانك، فكيف يقول سبحانك على ما قال الكافر تنقيصا وعدم الوصف بالكمال بل بوصف النقص. قال سبحانك وسبح سبحانك طبعا هذا في المطلق، سبحانك تنزيها وتقديسا إني ظلمت نفسي فاغفر. شو عالم الطالب يقول إني ظلمت نفسي فهذا اعتراف بالذنب كما قلنا. الافتقار إلى الله جل وعلا هو مفتاح الرضا، الافتقار إلى الله جل وعلا هو مفتاح الرضا، والاعتراف بالذنب والخطيئة هو معيار الرقي، معيار الرقي. فهنا الاعتراف الافتقار مفتاح الرضا، كلما كنت مفتقرا فقد يفتح الله لك باب الرضا عنك والمغفرة لك والعطاء. لأن الله جل وعلا قال يا عبادي إنكم كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالاعتراف يفتح لك باب الرضا إذا اعترفت، لأن الاعتراف يجعلك في مصاف ورش يا ورش نحيف ماشي، ده المفروض عندك، والله المفروض عندك انت يا مصير أبو يعني تقريب وحقيقة أنت في مصاف آدم، في مصاف آدم. طيب ما افتقرش يبقى في مصاف من؟ الشيطان. ما أنت أصلا الأصل في هذا الباب من الذي قبل؟ الاثنين عصوا المعصية في الاثنين، تعدى الاثنين، حدث فيها التجاوز والتعدي، ها؟ والباب من شاسع الفرق قاسع بين النتيجتين، هذا افتقر بالاعتراف إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كلنا من إيش؟ من خاسرين. اعتراف فتح باب الرضا. أما الثاني أنا خير منه، خلقتني من طين وخلقتني من نار وخلقته من طين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني يوم القيامة لأحتركان ذريته إلا قليل. فالاعتراف فتح الرضا، ثم بعد ذلك الإقرار بالذنب معيار الإيش؟ الارتقاء. لما؟ لأن الاعتراف أو الإقرار بالذنب فيه أمور. أولا والفقر وصف لذاتي، أنا متعدي، أنا فقير،
أنا حقا عاصي. هذا كله عندما تعترف بتعرف قدرك وبها تعرف قدر ربك. ولذلك علماء كانوا يقولون علماء العقائد: إن عرفت نفسك عرفت ربك. فعرفت نفسك بالضعف والعجز والحاجة والإعواز، عرفت ربك بالقوة والجبروت والقدرة والعطاء والغنى في هذا الباب. فعندما تعترف مع اعترافك ترتقي عند الله منازل. ولأنه الله في السنة الكونية حكم بأن من تواضع لله هكذا رفع الله إيش هكذا، وأنت باعترافك بتتواضع، وكلما تواضعت كلما ارتقيت، كلما تواضعت كلما ارتقيت، كلما بينت ما فيك من عوار كلما ارتقيت. هي هذه. لذلك قال: إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فاغفر لي هنا ما قال وارحمني. لماذا يا شيخ نصير؟ الله أكبر. لأن المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذه أيضا مادة مغفرة. ليه بقى مادة مغفرة ورش؟ ماشي، ممتاز. ولأنه في هذا الباب الله تعالى يريد منك أن تعلم أن الذي يأخذ بالذنب يغفر هو لوحده واحد، لأنها إيه؟ تحقيق قضية الكون الكبرى. ولذلك الحديث صريح جدا، قال: عبدي عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ما فيش غيره. يعني ده اعترافه وضمن بيش بالتوحيد، وده المطلوب منك أصلا. وأنت مذنب بالتوحيد، أنت تعاقب أو أنت تغفر، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تفضل. في رواية الشيخ قال: فضحك يعرف أن الله يغفر الذنوب. نعم، ما هذه على ما قلنا تحقيق القضية نفسها، تحقيق قضية كم. قال: لبيك. لبيك معناها إيه؟ إجابة بعد إجابة، إجابة تتلو إجابة. زي المغفل اللي قال لي يعني لبيك أقصى شرك. يا ابن الشيخ، ما أنت ما تفهموش. وبعدين يقول لي: أنت بتشغل الناس عن المهمات. يا ابني أنا بقول لك أغبية، حتى يعني جماعة قاتلة، حتى اللي معاملينهم ذباب الكتروني وعاملينهم حاطين أغبية ما بيفهموش. يعني أنا معاك وعشان بس أنت مش عارف لي حاجة عملتني عدو ومش فاهم، وبتاخد كلامي ما أنتش فاهمه وبتصد، وكلامي بيعضدك وينصرك ويقويك. ده أكتر من الدب، ده أعظم من الدب فسادا في هذا الباب. أنت شوف هنا بيقول: أنا ولا يفرض أنت لبيك. لا، إجابة بعد إجابة. أنا لما يأتيني يقول لي محمد، أقول له إيش؟ يا لبيك، أجبتك، كأني قلت له أجبتك. ما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال نادي على الأنصار، فقال: يا الأنصار. قالوا: يا لبيك يا رسول الله، يا لبيك يا رسول الله، أجبناك يا رسول الله، أجبناك يا رسول الله. ما في شيء، لكن أنا قلت لك جمعية القلب لبيك. هنا الإجابة لمن؟ لله. أجبناك يا رب، أجبناك يا رب، ليس لنا إلا أنت، والقتال من أجلك أنت. لذلك ما زلت أحرر المقام وأقول بالتدقيق والتحقيق بعدها: صححوا المقدمة تصح النتيجة. القتال قتال عقيدة، القتال قتال عقيدة. الأطفال اللي قتلوا، النساء اللي بتذبح، الإخوة اللي في خطر في غزة، أنتم لله، انتهى الأمر، فأنتم أشرف الناس كده، أنتم حماة الإسلام. المهم بجمعية القلب لبيك يا الله، لبيك يا الله، إن ترضى عنا انتهى الأمر، إن لم يكن بك غضبا علي فلا أبالي. قال: لبيك وسعديك. إسعاد بعد سعاد في الإجابة بعد إجابة. والخير في يديك، الخير في يديك. هذا الاعتقاد بأن كل الخير في يد من؟ في يد الله جل في علاه. وهذا إثبات اليد لله جل في علاه. الخير في يديك. يديك هذه أليست هذه تبين لك إثبات اليد، وإثبات أيضا ها التثنية، وأيضا إثبات إيش بالقرائن، ليس بهذا الحديث، إثبات عدم الشمال. وكلتا يدي ربي يمين، فيها اليمن البركة. والخير هنا يعني يجعلنا نذهب إليه. والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، هذا تفصيل. الشر ليس إليك أدبا، أنت خلقته، الله خلقه، والله لم يخلق شرا طبعا بالضبط، والله لم يخلق شرا محضا. شر نسبي إضافة، لكن لما قال والشر ليس إليك أدبا، لا ينسب لك أدبا، لا ينسب لك مع أنك خلقته، يبقى ينسب لك إيش ضمنا، لا استقلالا، ضمنا. لس الله خالق كل شيء، والشر شيء، يبقى الله خالق كل شيء. ومن الأدب ونعلم يقينا وخلقه لا نصرح به أدبا، وهذا أدب الجن، أدب الملائكة وأدب الأنبياء وأدب الجن. أدب الجن فوقنا بطبقة عندما قالوا
وإن لا ندري ها أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. لما قال رشد عمل إيه؟ نسبه مباشرة. لما تكلم عن الشر ماذا قال؟ جعله مبني. وأن لا ندري أشر أريد أراد ربهم على الرشد فنسب وضافه تصريحا. وأيضا إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فأنا مرضت فهو يشفيني. قال والمهدي من هديت. وهذا عقيدة القدر هنا. والمهدي ما هديت من هديت لا من هداه الله فلا مضل له ومن أضله فلا هادي له. قال نوح وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد هو ربكم. انتهى ما في لن ينفع معكم شيء دخل يا عم كريمة واحدة وحج لك في عندنا. قال الله له إيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتهى القلب لا يملك إلا الله جل في علاه. المهدي من هديت وعبدك بين يديك. يعني الآن التواضع يأتي تاني فاعترف عبدك ودي أشرف المقامات. وعبدك بين يديك يكرر والله يحب الإلحاح. ومنك وإليك يعني الخير كله منك وإليك وأنا خلقتني وأنا عبدك ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. وهذا سماه بعض العلماء وصفه دقيقة مش هو. طب اتفضل. نعم جزاك الله خير. ها أعظم الفرار وصف أعظم الفرار وأنجاه. أعظم الفرار وأنجاه أن تفر من الله إليه. اعتراف بالربوبية التامة وإبداء التوحيد الكامل أعظم الفرار أن تفر من الله إليه. أعظم الفرار أن تفر من الله إليه. وإذا قال لا منجا ولا منجا منك إلا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وش كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها وأعوذ برضاك ومعافاتك من شوف يتوسل بالصفات بحيث أنه يعلم أنه لا نجاة إلا بالله. ما عندكش نجاة إلا بالله. لذلك قلنا لإخواننا هناك في فلسطين دعك بقى من الرافض الخبثاء دعك من اليمن الكذابين الحوثي الكذاب لغاية دلوقتي هم مستنيين فين؟ هو الصواريخ راحت فين؟ السلك القومي راحت فين؟ في السلك مدينة هوليود؟ كل حتة إلا الصواريخ راحت فين؟ في السلك القومي اثنين صواريخ حوثي اثنين حوثي إلى السلك القومي. الأسطول الكابر الذي لا يهزم الأسطول الإيراني الفارسي عبدة النار الأسطول الكامل الأسطول الإيراني طلع مخرة السفينة في البحر ما أدري ذهبت المثلث بالموضة ولا في حوت بلعهم وإن شاء الله ننتظر ركعة على رجع لهم نشوف فيها. وين هم؟ أين هم؟ أين سفنهم؟ أين الحرب مع إسرائيل؟ ها؟ بشار قال لك أنا سأضرب إسرائيل. يا ابن ده أنت عاطي إسرائيل ده أنت اللي عطيت الجولان لإسرائيل أصلا. أنا أتحقق على بعضينا ده متاخد منه بالرضا. قتل في السنة ولك ما شئت من الأرض. افهموا دول أعداء حقا. فأنا أقول أنتم لا ملجأ منكم ولا لا ملجأ لكم ولا ملجأ إلا إيه الله بس توسل. أنا لا عروبة هتنفعكم ولا تراب غالي هينفعكم ولا غنى على الربابة هتنفعكم ولا أقصى هتنفعكم وأنا دم فلسطيني مش هينفعكم. كل ده هينفع أنت لمن أخ أدماني أراني أخ فلسطيني شرف. الناس دول شرف. يا رب اجعلني خدام تحت أرجلهم يا رب. شرف أخذ ابنه ومقتول ورقباته تنزل ويقول ده دم ابني. رضيت يا رب ترضى؟ ارضى يا رب المهم ترضى عننا. هو ده بدأ ينتصر بمثل هذا الرجل. ينتصر بمثل هذا الرجل نعز ونكون في السماء. بمثل هذا الرجل نرى أن رحمات الله تعمنا جميعا. ويقول ويردد اللهم احفظه واسعده واجعل ابنه فرط له في الجنة بإذن الله تعالى. يقول خذ من دمائنا ما شئت. خذ من دماء والناس كلها بتتفرج. ما دام يتفرجوش ده بيلعبوا. شو سوى الناس كلها بتتراقص وده بيقول يا رب خذ من دمائنا ما شئت. خذ من دمائنا. هم هؤلاء النصر بهؤلاء عزة المسلمين عز الإسلام يظهر بهؤلاء. ما في عايزين الأصناف دي عشرة من هذا الرجل الأمة بأسرها ستنتصر. عشرة من هذا الرجل على هذه الحالة الأمة بأسرها تنتصر. ولذلك قال لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. تباركت البركة بأسرها عند الله. فهذا تباركت طبعا هذه صفة الله في علاه خاصة بالله.
تباركت وتعاليت علو الله جل وعلا، علو الشأن وعلو القهر وعلو الإيش والمكان هو القائل فوق عبادك. سبحانك رب البيت، فرجع إلى التنزيه وقال سبحانك رب البيت أنزهك عن كل نقص وعيب، بعد ما بيّن أنه لا من جاء ولا من جاء منك إلا لك ولبيك وسعديك وأنا العبد الفقير وأنت الرب الغني. قال سبحانك، سبحانك الذين تكلموا فيك ووصفوك بالنقص لا يعلمون، سبحانك رب البيت. وأتى بالربوبية لأنها كوامل الأفعال، العطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، سبحانك رب البيت. أما في قوله وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت، قال وإليك حكمت، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك إليك حكمت، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لا يجوز بحال من الأحوال عند الخصومة أن تتحاكم لغير الله جل وعلا. إياك المحاكمة يتناولها توحيدان، أنا لازم أغلق الباب واجيب مقصرة فاهم وامسككم جميعا اشوف انتوا ايه في التوحيد عاملين ايه، هتموتوني زول زول ما تعمل زول، استنى نشوف المحدث طيب ولا المحدث عيونه رايح عليك. انا ما اقول ولا ده بقى ليه اصول سودانيه ماجد، هو المحدث ممكن تلاقي اصول سودانيه ابيض، انتوا ايه كلكم ظلام دامس يا راجل، في حتت انا شفت عندكم في حتت في بيض، دول ايه دول هجين ولا ايش، هجين ولا عجين، تعال هات هات في ايه هات، انا اقول لك هات اكمل اجابتك صحيحه بس اكمل. الواد ده تاخده تغسله، لازم تعصره تحطه في غساله لوحده، هتدخل في دي كمان؟ ما بيقول له انا بحب ابقى معاك، عارف ليه؟ عشان ده اني بيكتب في قلبه جت معاك له قهر. والله انا شفته ما بدي استغفر الله اللي خلاني جبته ويسكت، والله ما بوزع عينيه طول ما هو هانزل. شيخ شوف شوف اللي بيحدث، انا حزين والله يا مسير تقدر شيء. طبعا فيها التوحيدان، توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه، الحكم من افعال الله سبحانه وتعالى والتحاكم من افعال العباد، هذا الذي يريده. لما تقول ان الحكم الا لله دي ربوبيه انتهى، والتحاكم ها طلع عن المنافقين واذا دعوا الى الله يحكم ايش 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 فعلوا ها، تولوا معرضين لا يريدون. وأما أهل الإيمان يأتون مذعنين يقرون. فإذا إن الحكم لا تعتقد بأن الحكم لا يكون لله، لو اعتقدت بأن للشام أو اليمن أو الحكم الفرنسي يكون فرنسي هذا كفر مستقل. الحكم لا يكون لله، فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله من الله حكما لقوم يؤمنون. والأمر الثاني التحاكم، أنك لا تتحاكم، لو ارتضيت تحاكم غير الله فلا هذا شرك في توحيد الايه الالهيه، ويلزمه الاعتقاد في غير الله جل وعلا فيكون شرك في الربوبيه. نعم يسألونك عن الصلاه في سوره النساء ماشي دي. قال فاغفر لي، قوله فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اصرت وعلنت انت مقدم. طبعا هذه ايضا احتاج لتطويل في هذا الباب، لكن خلينا في الجزئيه احفظ الحته دي، هناخده حديث وناخده حديث. قال فاغفر لي ما قدم، فاغفر لي نقف معها شوية، فاغفر لي معناها أنه اعترف بذنب. لما يقول فاغفر يبقى إذن وجد أي شيء. لما أحد يقول لي أن المسألة مسألة حسنات الأبرار سيئات الإيه المقربين، لأن ده معناه إيه؟ عدول عن عدول عن الظاهر وعدول عن الجد. نقول له العدول عن الظاهر ما 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 الذي ما الذي ما الذي حملك على العدول؟ أنا ممكن أجيب عنه وأقول لكم أنتم بعد كده تجاوبوني. أقول ما الذي حملك على العدول؟ ها؟ لا ما غلطت واضح، أنت فكر بقى. الله أنا متضايق من التسرع بتاعك. هو الآن ما الذي حملهم على العدول؟ لا هم قالوا المحكم، أنا أقول يقول المحكم القانون العقلي، ما هو على المحكم إن ده نبي والأنبياء معصومين. فلذلك يقول هذا من باب سيئات حسنات الأبرار سيئات الايه المقربين على المحكم على ان الانبياء معصومين. اقول نعم هو معصوم، لكن معصوم الكبائر، والدلاله انه معصوم الكبائر مش معصوم الصغائر ان الله قال وعصى، تصريح ولا مش تصريح؟ هذا في اي تاويل؟ وعصى ادم ربه فغوى،
فهنا يقول فاغفر لي دلالة على أن الأنبياء أيضا معرضون للمعصية، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد غفر الله لما تقدم من ذنب، سمه ذنبا ذنبا، قد غفر الله ما تقدم من ذنبك، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ذنبك ذنبك ذنبك، صرح بالذنب، ده تصريح من الله جل في علاه. في هذا الباب هل فيها دلالة أن الأنبياء معرضون للمعاصي؟ لكن لابد أن نقول الاتفاق، وإن نسأل الجماعة الاتفاق عقد على العصمة من الكبائر والعصمة من محقرات الصغائر، يبقى الصغائر، ونقول الحقيقة أنهم لم يعصموا من الصغائر بل هم معرضون لها، لكن بشروط وقيود. أولا معرضون لها بشرط التوبة، في التوبة إيش واللحظة، ولا يقرون على عليه. وأيضا لابد من فهم تاني يتحط هنا، إيش هو؟ ما هو لا يكتسبين عشان رد على المعتزلة، معرضون له ولا يشترط أن يعملوها. يا جماعة الخير الله يهديكم، يشترط في ذلك أن تكون في رتبة البشرية لا في رتبة النبوة. مش قلنا النبي له رتبتان، رتبة النبوة ورتبة البشرية؟ خلاص في تعاملات، رتبة البشرية ينسى، رحم الله فلان أذكرني آيات كذا وكذا كنت أنسيته، صلى فارتجت الآية عليه، قال أين محجزوني بقى التصوير، قال في القوم أبي. دي رتبة البشرية. رتبة النبوة لا، لا معصية لا نسيان، قال سنقرئك فلا تنسى، لذلك قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وهذه تفصيلها يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ونجعل الله صلى الله عليه وسلم خلصة وتجعل أحد شاء ونجعل البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للحكم المتابع لعام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفق ولاة أمورنا للحكم المتابع لعام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيق وسيدهم تسديدا، واجعلهم في رضاكم وتغاكم تعالى الرحم الرحمين. كن معهم يا رب في هذه الحوالة، كن معهم وارشدهم يا رب، اللهم ارشدهم للحق والنفع للرعية يا رب العالمين. اللهم نسألك أمان لا يرتد ونعم لا ينفد، ومرفقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المسلمين، سد الدين على الدين، واشف مرضاهم ومرضى المسلمين، وارحم موتاهم وارحم المسلمين، أنت الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، واجعلنا نتعلم نتعبد ونشد ذلك بين الناس. اللهم اجعله إخلاص الوجه الكريم، فمكان لا إله متصل ومكان غير الله انقطع انفصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.